دمار على الموت. لا. شايف دي؟ شايف. شايف دي ولا لا؟ شايف. كنت علمك لو نطقت بكلمة واحدة. أيوة. كلمة واحدة المخلوق حي. قطع رقبتك وارميك طعم لكلاب البحر. حاضر. مفهوم. منصور افندي. اهلا سراجة. والله سلامات. الله يسلمك. طمني ازاي الدنيا معاك؟ رضا، يعني كده الاشياء مش معدن؟ احمده لسه برضو ان شاء الله في تجارة السمك. امال يعني هعمل غيرها ايه؟ دي ابا عن جد. عندك حق، لكن بيقولوا في المثل السمك لا يشبع اللي بياكله ولا يغني اللي يصطاده. انا سراجة لا باكله ولا بصطاده، انا بتاجر فيه. بنتك مش كده؟ لا انما زي بنتي تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. ده انا النهارده في منتهى السعاده. يا سلام، يا ساتر يا رب، الناس اللي من دول بقت بطاله خالص، ما بقاش فيهم خير ابدا. كل ما اقرا الجرايد الاقي اللي قتل واللي انسرق واللي ذبح واللي انتحر. شفت يا سيدي الحادثه اللي عندكم النهارده؟ خد اقرا. خد. لا لا لا، انا مالي ومال الاخبار المطينه دي؟ الواحد هيشيل همه وهم غيره. شيال شيال، انا شيال. شيال ده رجعوا لي. اتفضل. طيب تحط فيها. اسف يا ولد. هو انا كنت قصدك يا استاذ. دل على السلامه يا عم منصور. تسلم. نورت البلد يا الف مرحبا. خد ده عشان يا حلاوه. السلم ده عشاني. ايوه. على فين؟ على طول يا استاذ. الله، انت رايح فين؟ مش بدل ما تجيب شيال تاني شلك الشنطه لحد باب البيت. انا اقول لك سوق يا اسطى. شاه بس يا دكتور. بس يا ده حصان يا بس يا اهبل. بيت اخويا عادل شاكر. من؟ عادل مين؟ لا 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 لا. ولا من فضلك دقيقة واحدة بس. عايزة مين حضرتك؟ صباح الخير. يسعد صباحك. أنا أخت عادل واصلة حالا من مصر. الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك. كان المفروض انه يقابلني في المحطة، لازم في حاجة عطلته. ما تعرفيش نزل الساعة كام النهاردة؟ والله يا بنتي هو بقاله كام يوم ما بيجيش البيت. متأكدة؟ ايوة، ما هو صاحب ابني. غريبة. غريبة في ايه؟ دي مش اول مرة، ده من عادته دايما انه يسافر بين كل وقت ووقت. بس ده كان عارف اني جاية. الغايب حجته معاه. ما تروحي تسألي عليه في شغله. انت مش عارفة الشركة اللي بيشتغل فيها؟ ايوة معايا العنوان. يا بازشتاني اللي ما قلتلك اتفضلي يا بنتي. معلش، كتر خيرك.
حلو صبح يا حلو طل. صباح الخير، من فضلك تقدر توصلني للترسانة؟ خدام. تاخد مني كام؟ عيب، من غير فلوس. اتفضلي. على مهلك، على مهلك يا جميل، على مهلك يا حلو، على مهلك. النهارده نادي، النهارده هنسطى. اسمع يا ابو زيك. استهانم محسوبك ابو زيك. اسمع يا ابو زيك. افندم استهانم. فاضل لنا كتير على بلمنوسه؟ ابدا، احنا وصلنا. هو الرصيف عندك اهو. من فضلك الاستاذ عادل موجود؟ عادل لا، ما شفتوش النهارده، حتى بقاله كام يوم ما بيجيش. ما تعرفش حضرتك يكون فين؟ والله مختار بيه هو اللي يقدر يقول لك. اتفضل يا فندم. ميرسي. افندم. الاستاذ مختار؟ ايوه فندم. انا اخت عادل شاكر. عادل شاكر؟ عادل شاكر ده مين ده؟ موظف هنا في الشركة. موظف هنا في الشركة؟ عادل شاكر. افتكرته. ده مش موظف يعني موظف، ده عنده 3-4 لانشات بيأجروا من الشركة بعاد. طب وما تعرفش حضرتك الاقيه فين؟ المفروض طبعا تلاقيه في البيت. انت ما لقيتيش هناك؟ ما لقيتش حد في البيت، خبطت كتير ما حدش بيرد. ما سألتيش حد تاني؟ سألت الجيران. قالوا لك ايه؟ قالوا لي ان بقاله كام يوم ما بيجيش، وده اللي قلقني عليه. لا 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 ابدا، ما فيش داعي تقلقي. حاكم الجماعه بتوع البحر دول ما بيرسوش في حته واحده. وعلى كل حال انا تحت امري مستعد لاي خدمه، واذا ما كانش عندك مانع تقدري تعتبري بيتي زي بيتك. تمام. شكرا قوي. العفو. عزو، عزو، عرفت مين كان هنا دلوقتي؟ جات لي اخبار. خد بالك ان مفيش حواليه غير المتاعب، واحنا مش ناقصين صداع. مش هتقدر تضيعوه. لا مفيش داعي، مش عاوزين شوشره. دي تترقب من بعيد لبعيد. الصنف ده انا عارفه، ما يجيش الا بالهداوه، فاهم؟ اللي اعرفه عن اخوكي انه مش ممكن يسافر من غير ما يديكي كلمه، تبلك خبر مع حد. ما انا فهمتك اني سألت. معاكي معاكي، احنا بس بنفكر لعل وعسى. بصيتي كويس في صندوق البوسطة؟ صندوق البوسطة؟ وابص فيه ليه؟ لعل وعسى كده اخوك يفكر يسيب لك كلمة. هيسيبها لك فين غير في صندوق البوسطة؟ ولا مش تمام؟ مظبوط، بس مش فاكرة اذا كنت بصيت فيه ولا لا. خلاص، قبل ما ندور على البنسيون نشوف الصندوق، وان ما كانش فيه حاجة نسأل صاحب البيت، وما كانش عنده خبر ابو زيك محسوبي. ابو زيك؟ زيك؟ ايوه. عملت ايه؟ خلصنا زي ما فهمتك بالكلمه والحرف. كله على المصلحه. ايه ده؟ اذا ما انا واقف قدام الصندوق. طمنيني يا بنتي، عملتي ايه؟ والله لقيت المفتاح، بس صندوق البوسطه مقفول. اللي يفتح لك الصندوق صاحب البيت. ولاقي فين صاحب البيت ده؟ في ساعه زي دي ضروري تلاقيه قاعد على القهوه اللي جنب بيته التاني. كله شيش. شيش سهل. شيش بيش. وعد بقى اللي معاك يا بطل، الظهر راحت عليه. كان لسه معاك شيشات. امال انت حظك نار النهارده. بعد ست عايز حضرتك كده. لا وشوف الصدف الغريبه، نبقى راكبين القطر سوا وانت اخت الاستاذ عادل ولا نعرفش بعض. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ده البيت ومفتاح البيت وصاحب البيت، كل ده تحت امرك. وان ما لقيتش المفتاح هكسر الباب. كتر خيرك. العفو يا بنتي العفو. هتعمل ايه؟ فهمنا اللي قلتهولك. اتنفس بالحرف الواحد. حاضر يا صاحب الامر والنهي. وحاسبي على كل كلمة تقوليها.
فهمني وفهمناك انت كمان. بس بتهيألي. اهلا وسهلا. هتطلع على السلامة. الله يسلمك. أتاري البلد منورة. شكرا. أنا آسفة بعتلك من غير سابق معرفة. أصلي كنت عايزة أطمنك على أخوك يا عادل. ليه حصل له حاجة؟ لا أبدا سلامته. خدي اتغدى منه. عادل بعتلك بوستين. بوسة من هنا وبوسة من هنا. اتفضلي قريب. غريبة. مش مصدقة انه منه؟ الخط مش خطه؟ لا خطه، انما ده بعت الجواب لك انت. امال هيبعت لمين غيري؟ اصل احنا حبايب وما بنستغناش عن بعض. امال ما كتبليش انا ليه؟ ما هو كان عامل حسابه يرجع قبل انت ما توصلي، وانا عرفت من قدوره انك وصلتي فبعتلك اطمن. طب من فضلك ممكن اخلي الجواب ده معايا لحد بكره؟ اه مفيش مانع. ميرسي قوي. العفو يا روحي، مع السلامه. اسمعي، انا كنت عاوزه اقول لك خلي بالك من نفسك. ليه في حاجه؟ ابدا، بس انت هنا لوحدك. مع السلامه حبيبتي. شكرا. ساعة زي دي. أنا كنت مروحة. ما لقيتيش إلا الشوارع دي تمشي فيها؟ أنت باين عليكي مش من هنا. لا أنا من مصر. من مصر؟ أيوة. وبقالك زمان هنا؟ لا أنا لسه واصلة النهاردة. ونازلة فين؟ لك قرايب هنا؟ أيوة عند أخويا. أخوك اسمه إيه؟ عادل شاكر. مين؟ عادل شاكر؟ عادل شاكر؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ أخت عادل، على كده أنت تبقى عليا مش كده؟ أيوة عليا، عرفت إزاي؟ تعالي. الله، موديني فين؟ هشوف وشك في النور. لا ده انت اجمل من الصوره مليون مره. هو ايه ده؟ صوره ايه؟ الصوره اللي عندكم في البيت. امال انا عرفتك ازاي؟ انتوا لازم تعرفوا بعض. لا نعرف بعض ده انت ما عندكيش فكره، ده احنا كنا ما بنفارقش بعض ابدا. تعال. ترى انت واحد منهم؟ من مين؟ من كل اللي شفتهم النهارده. لحد دلوقتي كل اللي شفتهم يعرفوا اخويا، ما حدش فيهم يعرف هو فين. الا انا. طب هو فين دلوقتي؟ في اسيوط. انت ما عندكيش خبر؟ لا ما عنديش. غريبه، ده اكد لي انه بعت لك جواب. مفيش حاجه وصلت. لا ده يمكن حصلت له عطله او مجرد تاخير في البوسطه، ضروري هيوصل لك. اصبح على خير. اسمك ايه؟ انا اسم ولا اقول لك اسمك شيء. اتصلت العصابه وناويين على الشر. انت بتقول ايه؟ بعدين اقول لك، هبقى اتصل بيك. مين ده؟ ما تخافيش عليا، هبقى اجي لك. ايه حكايتك بالظبط؟ مالك؟ احنا مش اتفقنا ان الضرب يكون تهويش؟ انت كنت هتطرم لي اسناني يا اخي. مش احسن ما ننكشف؟ ابسط يا عم، ده انت طلعت باطل في عينيه على حسابي. مقصود هنعمل ايه دلوقتي؟ سلك البضاعة. والبضاعة جاية منين الليلات؟ في العريش. وهنوديها فين؟ تتصبر في البحر. الله، هي مش هتسافر دغري؟ لا، الرئيس الكبير رجع غير رأيه. مين اللي قال لك كده؟ هو؟ طبيط، هو في حد يعرف مين الرئيس الكبير؟ ما نفسكش تعرف؟ هو هيكون نفسك انت. اشمعنى؟ تبقى حكمت على نفسك بالإعدام، أنت ناسي عادل قراره إيه؟ وهي دي تتنسي؟ تعرف ايه اللي جاب اجله؟ انه كان مرشد مع البوليس. لا ومش بس كده، بقى يشمشم عايز يعرف مين اللي فوق راس مختار. كده كده
انما قول لي خلص بقى، انا راجع حالا. الله، الرجاله مستنيين. بقول لك راجع حالا. وبعدين وبعدين بقى في البيت دي اللي هتقضيها كده زي العقدة من الشهر. عقدة ايه؟ اذا كنا خلصنا على اخوها مش هنقدر نخلص عليها. خلي الموضوع ده عليا انا. اتكلموا في ايه؟ في البيت ياهي اللي طلعت لنا في النمرك، عايزين نخبس بيها الارض على مهلكوا شويه. يا اخوانا انا هقوم بالشغلانه دي مسافه 24 ساعه ولا اكنها اتخلقت. بس هذا انت هو عندنا اوامر ان احنا نعملها بهواده، اصل الستات ما يجوش الا بكده. تضحك عليه يا اخوانا. قولوا كلام معقول؟ يبقى اخوها ما فاتش على قتله كام يوم ونقتل اخته؟ دي حاجه تخلي اللي ملوش مناخير يشم. برضه معقول، يمكن تطلع علينا ريحه. دلوقتي خلونا في المهم، شغلانه بكره. الرئيس بيقول شغلانه بكره عايز عينين مفتحه قوي وقلوب من حديد. الاستلام هيكون عند الجميل في الفجر وهي طلوع الشمس. انت وعزه تاخدوا الفلوكه تقابلوا البالانس في عرض البحر، بس قبل ما تستلموا البضاعه لازم تتاكدوا من الصرف. عيب يا ريس، لازم زي كل مره على الدوام. وبعد الاستلام؟ بعد الاستلام البضاعه هتكون متوضبه في القرب المعيزي، بس الرجال اللي هتنقوهم لازم يكونوا زي الصواريخ. استبينا يا رجاله؟ انا لسه يا ريس. قلتم؟ ايوه. واخدين بالكم؟ ايوه. فتحين ودانكم؟ ايوه يا ريس. تسمع، دي ممكن تودينا في شربة ميه لو شمت ان اخوها. شم ازاي؟ دي هتتاكد ان اخوها في اتم صحه. ازاي؟ بالجوابات، هيوصل لها جوابات واحد ورا التاني. وهي مش عارفه خط اخوها؟ دي شغلتي انا بقى. وهرخي مالك في حاجه تانيه كمان. بايه؟ ابدأ ودود. مساء الخير. مساء الخير. انت لوحدك؟ الله، اسمع انت رايح فين؟ الله، ده بيعمل كده ليه؟ ايه الله، انت فاكر يعني عشان انقذتني مره ووصلتني مره ده يبقى خلاص ولا خلاص؟ انت دلوقتي امانه في رقبتي، مسؤوله مني، يعني انا ولي امرك. اسمع، انا ولي امري مات. هو انا الميت الحي ده قاعده لوحدك ازاي وسايبه شبابيك مفتوحه؟ انا حره؟ لا، ما اذا حصل لك اي حاجه وبقى انا مسؤول قدام اخوكي، ما اقدرش اسيبك عرضه لحاجه كده ولا كده ولا كده. اسمع، انت هتمشي كده ولا كده ولا كده؟ ياه، انا ما كنتش اعرف انك عصبيه بالشكل ده، انا خايف عليكي. اديك عرفت، ما تخافش. كده؟ يعني ما فيش حاجه بتخوفك ابدا؟ مفيش. خلاص، السلام عليكم. وعليكم. اسمع فندم، هو في حاجات هنا بتطلع؟ لا، حاجات بسيطة، تعابين مثلا، حاجات ما تخوفش جدعان اللي زيك. افتكرت حاجة كبيرة. السلام عليكم بقى. وعليكم. اسمع. وعليكم السلام. انا ماشي بقى، مش عايزة حاجة تانية؟ لا، عاوز ايه يعني؟ انا يعني طيب. خايف ايه؟ هو في حاجات هنا بتخوف ولا بتخوف؟ اهلا اهلا. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمه الله. كل شيء تمام؟ تمام. جبتوا قد ايه؟ 6 جرابة، كل جراب في 20 وقع. وصنفه ايه؟ افتح وشوف. انا جراس عزه. على الله. يلا يا رجاله.
استنى من فضلك. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد الخدود والعود والتفاح وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح يا هرنا فل مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح اهلا اهلا صباح الفل صباح الورد صباح الخير يا عم منصور صباح الخير يا بنتي وشك منور النهارده لازم اخبارك حلوه جواب من اخويا عادل كده الف حمد والف شكر وازيه الحمد لله دلوقتي اطمنت عليه واراضيه فين يا ترى هو سافر اسيوط اسيوط في عز الاياله دي وناوي يطول ولا هيرجع بدري والله ما اعرفش يعني حسب شغل وعلى العموم بيقول ان هيبعت لي تاني وطلب مني ان اول ما استلم الجواب ده اروح له على المندي ما تعرفش حضرتك الترسانة دي تبقى فين وريني كده اهو والله يا بنتي المكان بالذات معرفوش لكن دي بور فؤاد انت تاخدي المعدية والف من يدلك كتر خيرك يا عم منصور العفو يا بنتي اتفضلي اهلا وسهلا خطوة عزيزة ايه اللي جابك هنا؟ الشغل عندك ميعاد مع المدير؟ انا المدير يا فندم انت الاستاذ ممدوح؟ لا انا ممدوح بس وخليتني ليه بقى تخل مشوار؟ ما قلتليش ليه قبل كده عشان ما عملكش كده وانت اديتيني فرصة اقولك حاجة افندم اي خدمة؟ جاني جواب من اخوي وبعدين
بيقول اذا احتجت حاجه الاقيلك. يعني انا ولي امرك؟ معرفش، هو اللي بيقول كده مش انا. وبيقول لك ايه كمان؟ بيقول انك شريكه وانه ما بيثقش في حد غيرك. عنده حق، على كل حال انا في الخدمه. انا عايز اعرف هو راح اسيوط ليه. شغلانه كبيره كلها مكسب، مشروع اتفاق مع اكبر شركه للملاحه النيليه. يعني ما قلتليش امبارح؟ كنت ناوي اقولك بس انت لخبطتيني ونسيتيني. قوليلي امبارح ما خفتيش؟ لا خفت، خفت لما بقيت لوحدي. من هنا ورايح مش هخليكي تخافي، مش هتبقي لوحدك ابدا. افتكر الناس واخده بالها اني مش عارفه. مفيش، انا بس رجليا اللي واخدين بالها. دوست عليك قوي؟ ما يهمش، بس دوستي على رجلي اليمين اكتر من الشمال. دوسي بقى على الشمال عشان يبقوا زي بعض. متزعلش، بكره اتعلم وادس عليك. انت عجباني كده. تعالى مين النهارده يا ست؟ اصلي بحب. بتحب مين؟ الست والدتك. تعرف الواحد لازم يعرف كل حاجة. ببص للحياة على انها مدرسة، كل يوم الواحد بيمر بتجارب جديدة. وانت؟ انا ايه؟ ما بتحاولش تتعلم؟ للأسف ما عنديش وقت. طب الحياة بالنسبة لك تبقى ايه؟ الحياة بالنسبة لي مغامرة ملهاش اول ولا اخر. عدوي فيها الخوف وحبيبي فيها الخاف. تعرف انك غريب. ايوه عارف. تليفونك. طيب على اذنك. مساء الخير. مساء الخير. اتاري المحل منور النهارده. متشكرة قوي، انا اللي طلبت من ممدوح يجيبني الليلة دي هنا. وماله يا اختي وماله، وقلت كمان انتهز الفرصة دي وارجع لي الجواب عادي. ميرسي. ما عندكيش فكرة الجواب ده طمني ازاي والله. ربنا يطمنا عليك، خصوصا كمان لما عرفت ان عادل مش هيطول في السفر. وعرفت منين يا اختي؟ من عادل. من مين؟ من عادل، ما هو بعت لي جواب تاني. جواب تاني؟ يا حلاوة. البوسطجية اشتكوا. لا مؤاخذة، أصلي شاربة كاسين. يظهر تقلب العيار حبتين. إلا قوليلي. نعم. إيه اللي لم الشامي على المغربي؟ قصدك مين؟ أنت وسي ممدوح. أنت تعرفي ممدوح؟ اللي أعرفه. ده كان أعز صديق لأخوكي عادل. أيوه عادل قال لي، وقال لي كمان إن هما شركاء. لا يا شيخ. حلاوة، والحكاية دي طبعا بسطاكي أوي. طبعا، ودي حاجة تزعل؟ لا ما تزعلش، بس فتح عينك تاكل ملبن. ملبن؟ أنا مش فاهمة حاجة أبدا. أحسن، ولا أنا مش قلتلك إن أنا متقلة العيار حبتين؟ اسمعي. أفن؟ أنا عايزة أنورك، أصلك صعبانة عليا أوي. بقى ممدوح ده. ممدوح؟ ماله؟ كنت بتكلميني على ممدوح. يوه، انت لسه فاكره؟ ممدوح ده يا ستي ابن حلال مصفي، ده كان بيعز اخوكي بشكل. ربنا يهنيكوا ببعض، يظهر انه ابتدى يعزك انت كمان. عن ايه؟ البسطجية اشتكوا. اتأخرت عليك شوية. هي البنت حلوة وطعمة يا معلم. يا سلام يا معلم لو تسيبوها لي. اسمعوا كلامي وسيبوها لي، أنا هحتم لكم نفسها. إزاي بس؟ فهمنا. أتجوزها. أنت تتجوزها؟ ليه؟ مش راجل؟ ما قلناش حاجة، بس ما أنتش الشكل الجميل اللي وقع الغزال في المصيدة. ده عايز أنا واحد من بتوع الحب عشان يشنكله ويطويه. ما هو لازم واحد مننا يتجوزها عشان نضمنها. انا مستعد اخدمكم الخدمه دي. ما كانش يتعز تشكر. ايه رايك في ممدوح؟ انا سبق وتلت اخوها ومستعد اجيب لكم خبرها هي الاخرى. تاخد خبر ايه؟ على طريقه عزه يعني. يعني بالعربي تتجوزها. ما اقدرش اخالف اوامركم.
مبروك استفيني بالرطا والبنين. معلش يا عزو تبقى في مخك وتقسم لغيرك. هتصاحبنا ولا افتحي؟ واجب يا معلم. تعالى يا حلو تعالى. انا فين؟ قوم. الله بخروخ خرق. عرفت منين انه بيشتغل مرشد للحكومه؟ مالي شعور بكده، تسالني ازاي؟ اقول لك معرفش. حضرتك بتشتغل مرشد؟ وشرفك ابدا يا معلم. وشرفي؟ لا حلوه دي. قول انتوا. انا طول عمري بخدمكم بامانه وبذمه، حد يخون عيش يا معلم. اكل عيشه؟ واليوم اللي كبس علينا البوليس وكان حيمسكنا كنت فين بسلامتك؟ كنت فين انتو؟ انتو اقولك على الحقيقة. اتكلم قول. انا لما شفت رصاص البوليس نازل علينا زي المطر والواد الرفاعي نزل قتيل جنبي مني، اقولك الحق انا خفت وجريت. ولما انت تجري وغيرك يجري، ما نقعد بيوتنا احسن ونسيب الصنعة لغيرنا. كنت خايف على اولادي، بعد ما موت مين هيعولهم؟ انت لو موت كانت فتحت لهم السما. تبقى امهم دعيالهم في ليله القدر. ازاي الكلام ده؟ هياكلوا ويشربوا ويدخلوا مدارس ويمكن يدخلوا الجامعه كمان. ما كنتش اعرف كده. لازم تعرفوا دي من هنا ورايح. كل واحد منكم لازم يعرف دي. اللي هيقتل ولا ينقبض عليه وهو في الخدمه احنا هنتكفل بيه باولاده واهله بعد منه. واللي هيخون يا ويله مننا. مش هو لوحده بس، هنخلص على اهله واحد ورا التاني. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. انت ايه اللي جابك هنا؟ رجلي. ردي عليها زي الناس. عاوزه ايه؟ وحشتني جاي ازورك. كنت تيجي في ساعه زي دي؟ وهي دي اول مره يا سدوحه. الله يرحم. فين بقى؟ انا مش فايق يا سنيه للهزار والتريقه. ومين اللي قال لك ان انا جاي اتريق؟ بالعكس انا جاي ادي لك كلمتين في العض، جاي ارد لك عقلك يا سمندوق. نعم. عاوزه تقولي ايه؟ عاوز اقول لك تلايمها شويه يا سدوحه، اصلك زودتها حبتين. وبنات الناس مش لعبه يا شاطر. بنات الناس دي انا مش فاهم حاجه. انت فاهمني كويس، بس انت نجمك مكشوف، ما بتعرفش تستعبط. خف ايدك عن البنت شويه. انت عايز منها ايه؟ هي اشتكتلك مني؟ من غير ما تشتكي. وانت داخلك ايه في الموضوع؟ عليها تهمك في ايه؟ عليها تهمني لانها اخت عادل، فاكره؟ عادل اللي ما كانش ليا في الدنيا غيره. الله يجازي اللي كان السبب. عادل؟ عادل كان احسن صاحب ليا. لا يا شيخ، بعد ما عملت عملتك. عملت ايه؟ ما تلفش على ثانيه، انا عارفه كل حاجه. انت قتلت عادل. انت مجنونه. انا مش مجنونه. تحب اثبت لك ولا تحب اقول عليا؟ الكلام اللي بتقوليه ده في خطوره كبيره عليكي. انت عارفه ولا مش عارفه؟ عارفه يا سي ممدوح. احمدي ربك بقى انه ما حدش سامعك غيري. الكلام ده لو طلع بره مش هتضمني روحك ثانيه واحده. في مثل بيقول السكوت من ذهب، وانت اصلك تموتي في الذهب يا سنيه، مش كده؟ نصيحتي ليكي بقى انك تسكتي وتخليك ميته في الذهب احسن ما تموتي في حاجه تانيه. اموت في حاجه تانيه؟ في ناس تموت في الرقص وفي ناس تموت في البحر مثلا. زي عادل يعني؟ زي عادل. ادي انت فهمتيها دلوقتي. احسن لك بقى يا شاطره تنسي حكايه عادل ده خالص. وانا اقدر انسى عادل؟ ده الوحيد في الدنيا دي اللي حبني وعطف علي. انا معاكي كان بيحبك. طب وبعدين اخره الحب ده ايه؟ كان هيجي يوم وينتهي ويخرج من حياتك. اسمعي كلام يا سنيه، والتفتي لنفسك ولشغلك احسن. قلت ايه؟ هقول ايه وانت خليت لي كلام اقوله؟ امرك يا صاحب الامر والنهي. ودلوقتي من غير مطرود. ممدوح انت مش خايف؟ الخوف دي كلمه ما اعرفهاش يا سنيه. اتفضلي. اتفضلي. ياما
الصفارة دي علامة الفراق. ما بلاش كلمة الفراق دي، أنا مش عايز أسمعها منك. قولي نهرب من الحقيقة، مش هي دي الدنيا؟ نتوجد ونتعرف ونفترق. وإيه اللي يخلينا نفترق؟ هسافر، وياريتني ما جيت. مش ممكن أسيبك تسافري، أنا محتاج لك، أنت مليتي عليا حياتي. وأنا ما أقدرش أقعد لوحدي، الناس تقولي وأخويا مش موجود، مضطرة أسافر عشان أرجع الكلية. ممدوح، أنا عاوز أقول لك حاجة يمكن ما تعرفهاش، أنا مليش حد في الدنيا غير أخويا، وهو اللي بيشوف لي كل طلباتي، مش ربنا يخلوني؟ مش ممكن أخليك تسافري، مش ممكن. تعرف يا ست علي، انا فكرت كويس، فكرت كويس قوي. فكرت في ايه؟ في حاجه عايز اقولها لك. بس اقولها؟ اقولها لك ولا بلاش؟ اقولها لك ولا بلاش؟ بس لا اقولها. دام انت نازله مصر باذن الله، انا عاوز اقول لك. هربانه على فين؟ كنت عايز تقولي كنت عايز اقول لك مع السلامه. مع السلامه. هربانه على فين؟ زي ما قلت لك امبارح، على مصر. يعني ما بتنكريش انك هربان؟ لا. وأقدر أعرف من إيه؟ يمكن من حاجات كتير. يمكن مني، لكن أنا مش قادر أهرب منك، أنا محتاج لك يا علي، ومحتاج لوجودك. وغرق في بحر الهوى ما
ما تحشني إلا إيدي أودي وأجيب حبيب لحبيب أودي وأجيب حبيب لحبيب وبيب لحبيبي وداني ما بين البر والتاني دي لذيذة بشكل. هي ايه؟ المية. ممدوح. ها؟ تعرف وانا في الكلية البنات اتراهنوا انه هيجي يوم عليا واحب. وانتي قلتي ايه؟ انا قلت مش ممكن احب. بعدين؟ زرت الرهان. ممدوح 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 زعلان؟ طبعا زعلان، وشي كله اتملى رمل. طب ما تزعلش، انا فضلك وشك. والناس تقول عليا ايه؟ نحدد اليوم ونبعته، ضروري هيجي. طب نبعت له النهارده حالا، نبعت له جواب. لا نبعت تلغرام. انا اسف يا علي لعدم استطاعتي تحقيق اعز امنيه لي في الحياه وهي حضور حفله زفافك، لكني سعيد لهذا التوفيق الذي جمع بينك وبين اعز صديق عندي ممدوح، وأرجو بل أتوسل أن يتم الزفاف في موعده لكي أطمئن عليك وتكوني في رعايته. تمنياتي بالسعادة والرفاء. كلام واضح يا بنتي، إيه اللي محيرك؟ لا يا عم منصور، يعني مش معقول أتجوز وأخويا مش موجود. يعني نمد الخطوبة والناس تتكلم أحسن ولا نتلم أحسن؟ لا نتلم أحسن، بس يعني هو مش قادر ياخد أجازة يوم ويجي، ده برضو فرح أخته ولا إيه؟ وإحنا رحنا فين يا بنتي؟ ما احنا برضو زي اهلك، اتكل على الله، ده خير البر عاجله، اله يجعل ايامك كلها افراح. ما تيجي هنا جنبي. انا مرتاحه هنا. طوعيني احكي لك نكته كويسه. لا قديمه نكتتي. لا والله دي جديده لانك. لا طيب اجي احكيها لك انا. لا اسمعي بس النكته. مره يا ستي كان في اتنين متجوزين جديد زي حالتنا كده. لا مش هتسمعي النكته؟ الله ما انا سامعه، ما تقول يا صبر ايوب. وبعدين يا ستي اول ما المعازيم مشوا لا انت هتحرقي النكته بالشكل ده. وبعدين معاكي. طب قول من الاول بقى. مره يا ستي كان في اتنين. لا مش كده، ما تقوليليش في ودني.
ما اقولها لك فين؟ انت خايفه؟ لا، على العموم خفت احساس طبيعي. انت عاوز تخوفني بالعافيه؟ يعني مش خايف؟ لا مش خايف. امال بتهربي مني ليه؟ ما بهربش. طب تعالي. مين ده؟ هيكون مين غير واحد قليل الذوق ما عندوش فكرة عن ليلة زي دي. طيب 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 المسة. اهلا وسهلا. ها ازاي الحال؟ هو ده وقته؟ انا بس جاي اطمن. يا بارد الله، اوعى اكون عطلتك في حاجة. صحيح ما كانش وقته. اتفضل. ايه ده؟ هدية بسيطة، صباعين بطارخ بس. طب يلا يا سيدي مع السلامة. سلام عليكم. هات الفطارخ يا موزع. ممدوح، لحظة واحدة، لحسن هيتحرق. ها؟ هو ايه؟ مش هقول حاجة. هتاكل صوابعك ورا. الله، انت مش هتيجي؟ طب ليه بقى؟ هو يعني الشغل؟ بتحب الشغل اكتر مني؟ طب انا زعلت خلاص. طيب هاي باي. مرحب بالعريس. صباحية مباركة يا استاذ. عقبالكم كلكم. وحدنا يا سيدي. لا الله، ضربت عصفورين بحجر يا واد. ادي واحد. وعصفور ايه؟ يتك الحاب بريشو. بالهنا والشفا يا عم. تعالى بقى لما افرحك اكتر واكتر. هدية الجواز. ادي الفرق بين اللي بيخدعنا واللي بيخدمنا. كنت فين؟ انا كان مين في التليفون؟ ما حدش رد علي. انت كنت فين؟ والله وصلت لحد الترسانة، اصل كان في شغل متأخر والعمال سهرانين طول الليل. طب ما قلت ليش ليه؟ لقيتك نايمة، ما رضيتش اصحيكي. اخس عليك، تبقاش تسيبني تاني الواحد، انا بخاف. احنا مش قلنا نابك الخوف؟ تعالي. ها هنخاف تاني؟ ما خافش ازاي وانت حاطط لي المسدس ده تحت المخدة. تعال تعال. طب ابعد عني. المسدس ده طول ما هو في ايدي مفيش حاجة تخوفك ابدا، خصوصا لو اطمئنيتي ليا ولكل كلمة اقولها لك. اتفقنا؟ انا زعلانة منك. ايه اتأخرت عليكي شوية؟ شوية، تلات ساعات بس. آسف. يا سيدي يعني دي أول مرة؟ إن شاء الله تكون آخر مرة. هي آخر مرة دي ملهاش آخر؟ ها؟ أقدر أعرف إيه اللي بيخليك تلتعني من الصبح لحد دلوقتي؟
احنا مش جايين نقعد مع بعض؟ ما احنا دايما مع بعض، انت بتنسي ولا ايه؟ وبعدين بقى هنبتدي نزعل؟ خدني معايا نتفسح فسحه لطيفه. سامع حاجه؟ لا مش سامع. في صوت في العربيه مش عاجبني. ما خدتش بالي. هنزل اشوف ليكون الشكمان. ما لقيتش حاجه. ممدوح، ايه الاشارات دي اللي شفتها من شويه؟ دي اشارات للسفن اللي بتعدي في القناه. لا دي مش اشارات سفن، انا عارفه اشارات السفن كويس، دي اشارات جايه من الصحراء. يعني مصممه انك تعرفيها؟ اذا سمحت. دي اشارات بتدوها المهربين لبعضهم. المهربين؟ ايوه. عايزه تعرفي ايه هما المهربين كمان؟ ايوه. المهربين دول ناس زي وزيك، بس اللي بيفرقهم عن بقيه الناس انه عندهم طموح وعايزين يغتنوا بسرعه، وخايفين. خايفين من الفقر، وخايفين من البوليس، وخايفين من بعضهم. بيتاجروا في سعاده وهميه. لمين؟ لناس تانيين برضه خايفين. خايفين من الحقيقه، خايفين من الحياه. تجاره اخد وعطا بين خايفين وخايفين. يعني الحكايه كلها خوف في خوف. انت مش جاي؟ لا عندي في الترسانه شغل متالتي. هتتاخر؟ انا وظروف. زي ما اجيت. تصبح على خير. صحاكي طمنت عليهم؟ هما مين؟ اصحابك. اصحابي؟ اصحابي دول في الشغل معايا. انهي شغل دلوقتي؟ خدت منها ميعاد لبكره ولا نفسك تنزل لها تاني؟ هي إيه مين اللي كانت بتكلمك دلوقتي وبتقفل السكه في وشنا؟ عليك. مستني ايه عشان تروح لها؟ على العموم اذا كان عليا انا ما تعملش حسابي. اسمعي بس، حزيني مش موجود. عليا ارجوك، انت غلطانه. ايوه فعلا غلطانه اللي صدقت الكلام. عليا اسمعيني، هقولها لك كم مره، دي التزامات. وانا ملياش التزامات عليك، ملياش التزامات زي اللي بيكلموك. ما تتكلم. عليا عايزك تعرفي حاجة، حاجة واحدة بس عايزك تصدقيني فيها. مفيش أي إنسانة غيرك في حياتي. أنا بحبك يا علي، وعمري ما حبيت غيرك. يا ريت أقدر أصدقك. وأعمل إيه عشان تصدقيني؟ أثبت لك إزاي حبي؟ أفهمك إزاي؟ أفهمك إزاي إن أنا بيجي عليا وقت بكره نفسي؟ بكره كل حاجة بتبعدني عنك. ممدوح. ممدوح، ايه اللي ممكن يبعدنا عن بعض؟ انا مرات انا مستعد اغفر لك كل حاجة، اغفر لك كل حاجة، حتى اذا كنت بتحب واحدة تانية. رجعتي تقولي واحدة تانية؟ ايوه يا ممدوح، عشان انت بتخب عليا. انت ليه بتشيل المسدس معاك؟ عليا انا في دوامة يا عليا.
واللي بيقع في الدوامة محدش بيسأله وقع فيها ازاي. كل اللي اقدر اقوله لك ان انا محتاج لمساعدتك. كنت صحيح بتحبيني تمدي لي ايدك من غير ما تسألي عن حاجة. اهلا 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 بيك يا بنتي. يظهر ان جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا ده بيتك. لكن لقيت نفسي فايتة قدام البيت قلت اطلع اسلم عليك. اهلا وسهلا. ايه مالك يا بنتي؟ في حاجة شغلك؟ لا ابدا ما فيش. ايه سر؟ لا والله بس ممدوح كان المفروض يجي على الغدا وما جاش. مش عارفة ايه الشغل اللي شغله ده. بس كده؟ يعني هي دي شوية؟ مادام مش قادر يجي روحي له انت، اعمليها له مفاجأة. انت مش عارفة طريق مكتبه؟ ايوه عارفاه. خلاص قومي خدي اكلك وروحي له. والله فكرة. الرجالة زي العيال ما يجوش الا بالمحايل. تعالي معايا وريني تدخلوا ايه. لا ابدا، هدية واحدة بس اللي هديتها. واحدة ازاي؟ وسي ممدوح هديتي الاولانية. ممدوح هو انت اللي اهديتولي؟ الله، امال كان نفسه اتعرف عليك باي تمن. يتعرف عليك ازاي؟ فكر وجي قال لي على حكاية صندوق البوسطة. صندوق البوسطة؟ امال هو اللي حطيلك مفتاح الشقة في الصندوق وطلب مني المحلك لعل وعسى. مش فاكرة كانت فاتحة جوازكم والشهادة لله جوزك يلعب بالبيضة والحجر. صباح الخير يا هانم. من فضلك الأستاذ ممدوح موجود؟ ممدوح مين؟ ممدوح صاحب الترسانة. احنا ما عندناش حد هنا بالاسم ده، والترسانة دي مش ملك فرد، دي ملك شركة مساهمة. حضرتك بتقول ايه؟ انا كنت هنا من شهر وقابلت المدير ممدوح. الأستاذ ممدوح ها لازم فيه التباس يا هانم. المباني دي مبنية جديد ومن المدة دي كانت العمال بتشطب فيها والشركة ما كانتش لسه استلمت. حصلت؟ انت زعلانه مني؟ لازم خصماني عشان ما جيتش على الغدا مش كده؟ معلش يا ستي حقك عليا. ما انا قايل لك يا ستي عندي شغل في الترسانه. كذاب كذاب. ايوه كذاب، وطول عمرك بتكذب عليا. انا يا عليا كفايه انا عرفت كل حاجه. عرفتي ايه يا عليا؟ عرفت شغلك اللي بتنزل له في الفجر والتليفونات اللي بتضرب لك في نص الليل، وعرفت المفتاح اللي حطيته لي في صندوق البوسطة بايديك، وعرفت الجوابات اللي قلت لي ان اخويا بعتها لي من اسيوط وهي مكتوب هنا.
وعليها ختم بورسعيد وعرفتي ايه كمان؟ في حاجة واحدة بس ما عرفتهاش. قول يا ممدوح، اخويا راح فين؟ اخويا عايش ولا ميت؟ قولي، ابوس ايديك قولي راح فين. انا عملت فيك عشان تعمل فيا ده كله. اخوك بخير يا عليا. لا انت كذاب، انت كذاب، طول عمرك بتكذب عليا. الو، مين؟ طيب انا جاي حالا. عليا افتحي الباب. لا مش هفتح. سيبنا اخرج من البيت. تخرجي تروحي فين؟ انت خايفه مني عليا؟ ايوه انا خايفه منك. اعمل معروف، سيبني، ارحمني بقى. عملت فيك ايه؟ عليا اسمعي، مادام خايفه مني بالشكل ده، انا هسيب لك المسدس بتاعي هنا. اللي بيدور على الحقيقه يمكن يلاقي الموت قدامه. العصابة ناوية تقتلك انت واخت عادل. حد ياخد باله. انا خايفة يا سنة هيعملي معروف. طمنيني، انا هخلص نمرتي واجيلك حالا. ايوه عارفاه. طيب ما تتأخريش عليا. ها، الو ست ثانية، من فضلك قوليلي نمرتك كام. طيب دي طيب thank you.
شركة مخابرات. الدورة ليه النيل ولا النيل؟ اللي جابك دلوقتي؟ استنى اما اخد نفسي وصبتولي. ما خبطتش على الباب؟ خفت لا يكون حد من العصابة هنا، ما هم عاوزين يموتوني. هم مين؟ مين اللي عاوز يموتك؟ اللي تاخو ست سنية اهي في المستشفى في حالة خطرة، عايزاك حالة دلوقتي اهو. يلا بينا. مش ممكن، مش ممكن ممدوح يعمل كده. لا ايوه ممدوح هو اللي اداني الجو وطلب مني اوريهولك عشان تطمني ان اخوك عايش وان هو اللي كتب الجواب ده. مش حرام عليك؟ ليه ما قلتليش؟ ليه؟ اعذريني، انا كنت خايفة من انت قوي، واللي حسبته لقيته. ادي انت شفتي عملوا فيا ايه. دول ناس جباب رب وملهمش كبير. مش ممكن، انا مش مصدق، مش مصدق ان ممدوح يعمل كده. لا ما كانش حد مصدق، دول كانوا اكتر من الاخوات، انا نفسي ما كنتش مصدقه لغايه ما اتاكدت ورحت قسم البوليس وبلغت. يا ريتني ما رحت ولا بلغت. عملوا ايه؟ عملوا محضر وقالوا لي ما تجيبي السيره عشان مصلحه التحقيق. طبعا عشان ممدوح منهم. يعني ايه؟ ممدوح ضابط مخابرات. مخابرات؟ ايوه، وانا هعرف ازاي انتقم لاخوي. علي 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 البضاعة كلها متصبرة هنا، هنيجي بمركب السردين من الشرق نطلع البضاعة ونرصها تحت السردين. كمية تقريبا 5000 تربة حشيش و200 قرص افيون يا فندم. يعني حوالي 1200 كيلو يا فندم. والتفريق فين؟ في منطقة بحر البقر يا فندم. الساعة كام؟ الساعة 3 صباحا يا فندم. ولازم حمدي يجهز قوة من 15 عسكري يلبسوا ملابس صيادين يعني متخفيين، ياخدوا بلانسين صيد ويطوقوا مركبهم. حاضر يا فندم. عاوز تقبضوا عليهم متلبسين بالجريمة، يعني ما تدهمش فرصة يرموا البضاعة في المية. حاضر يا فندم. اتفضل. استنى يا ممدوح. يا ممدوح نشاطك ومجهودك محل اعجابنا وتقدير. شد حيلك، انا عايزك توصل لرئيس العصابة. أنا واضع كل اهتمامي عشان أوصل له يا فندم. ربنا يوفقك، الجماعة دول لازم نقضي عليهم، دول شر وبيتاجروا في الشر، وأنا أعتقد إن حادث الرقاصة بتاع امبارح له دخل بيهم. تمام يا فندم. اتفضل. موفق بإذن الله. شكرا. أنا سألت عليك النبي أوعي تقول لهم إن أنا عيني. اسمع. نعم. أنت متأكد من اللي قلته لي؟ أيوة أمال. طب أقعد هنا ما تتنقلش لا كده ولا كده. طيب. لاوي لاوي لاوي. سهل. خير ان شاء الله. ايه ده؟ مش فاهم. مفيش داعي للف والدوران، انا عرفت كل حاجة. عرفت ايه؟ برضو مش فاهم حاجة. عرفت ان اخويا مات مقتول. انقتل؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه انقتل، انقتل من جودي ضابط المخابرات. بس احنا هنا شركة محترمة. الكلام ده تروح تبلغي البوليس. انا ببلغك انت. على العموم دي مسألة ما تخصناش. اسمع انت فهمني كويس، انا دم اخويا ما يروحش هضبة. ممدوح قدر يخدعني ويخدعكم. أنا متأكدة إنكم مش هتسيبوا تركوا.
سي ممدوح ضابط مخابرات والله وعملها فينا. انا ما استريحتلوش ابدا من يوم ما اتطوع علشان يقضي على اخوها بايده. تفتكر كان قصده؟ طبعا قصده ينفي الشبهه عن نفسه، وكلام البنت اخته دي اكد لي تمام ان ظنوني كانت في محلها. والله وعرف يكون منها بجد. والعمل ايه يا ريس؟ عمل؟ انا اتخرب بيتي، البضاعه المصبره حصلت 100,000 جنيه، انا واخد عربيين من الناس. وممدوح عارف ان المركب هتقوم بكره في الفجر. خلاص نسيبه على عماه ونغير الميعاد. المركب لازم تقوم النهارده دلوقتي حالا. الله احنا بالنهار يا ريس. انا قلت دلوقتي حالا. وقف يا ريس. استني يا سي مختار، لم الرجاله يلا في البالانس وخدوا البضاعه مع السردين، صبروها بره الحدود. ولاد ممدوح هنعمل فيه ايه؟ ممدوح ممدوح تاخده من غير ما يشعر كده على المخزن وتفهمه ان في اوامر جديده، وهناك تخلص عليه. برضه محدش بيرد. يظهر عليك انك بتحب مراتك قوي يا ممدوح. جدا يا اخي، ما عندكش فكره. عشان كده تلاقيني خايف. من ايه؟ خايف بعد ما تخلص المهمه وتعرف الحقيقه تفتكر ان انا كنت بمثل عليها الحب. ولا يهمك، يومين ثلاثه تغضب فيهم وبعدين ترجع لك تاني. طبعا اذنك، انا راجع للرجال. خلي بالك انا بقيت مهرب خطير دلوقتي. طب اجري بسرعه قبل ما اقبض عليك. ست علي، ست علي، ست علي، الحمد لله اللي لقيتك. انا كنت عايز اقول لك على حاجه، كنت عايز اقول لك. كنت فين؟ كنت بطرت قوي داني. طب اسمع. نعم. خد المفتاح ده. ايوه. وحط لي كل هدومي في الشنطه وحصلني على بيت اخويا. بس يعني كنت بس ايه؟ كنت تيجي معايا قال له تنوسيني. لا البيت ده مش هدخله تاني. عادل يا علي. عادل؟ ايوه. لا مش ممكن عادل. ليه مش ممكن؟ انت تعالي اقعدي. انت مالك يا علي؟ الله، جواباتي ما كانتش بتوصلك. جوابات ايه ده؟ ده قالوا لي انك موت قدره وثانيه، قالوا لي ان ممدوح قتلك. وصدقتي؟ دي خدعه عملناها عشان نضمن العصابه. بتقولي ايه يا علي؟ ماله ممدوح؟ ممدوح؟ ممدوح زمانه موته يا عادل. موته؟ ايوه. انا قلت للعصابه ان هو ضابط مخابرات. مخابرات؟ ليه تعملي كده ليه؟ قدوره؟ قدوره؟ قدوره قومي قدوره. الله ما تمسك نفسك امال يا قدوره. قدوره؟ 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 انا مش قادر، انا شايفه بعيني دي وهو بيقتلك. يا نشفت الشهادة. ايه في ايه؟ زمانهم موتها. هم مين؟ زمانهم مين؟ زمانهم خلصوا عليه في المخزن. ايه في المخزن؟ ايوه. مش عارفك انهم في المخزن. انا سامعهم بيقولوا لعزه ممدوع المخزن وتويه هناك، والبضاعه اللي مخزنينها هيهربوها دلوقتي. وحلك دلوقتي في عز النهار. ايوه. انت متاكد؟ انا متاكد، انا كنت مطرطق وداني وسامع كل حاجه. طب خليك مع علي ما تسيبهاش. طيب راجع حالك. الوقت؟ ايوه يا فندم، غيروا الميعاد بعد ما عرفوا ان ممدوح ظابط. عايزك تكون حريص جدا لغايه ما نقبض عليهم. حاضر يا فندم. الاشاره دي بالشفره، بلغها لجميع الاقسام على السواحل حالا، وخد القوه ونفذ الخطه اللي كانت موضوعها لبكره حالا دلوقتي. حاضر. بلغ اشاره لانش فايز انه يكون على اتم الاستعداد للطوارئ. ايه
العسكريه دي لازم تنجح باي شكل، وضروري نظبط المهربين والمخدرات، مفهوم؟ اطلع على الشارع. وبقى في رجالة دلوقتي؟ يعني ايه؟ يعني مفيش رجالة. انا مش هقتلك النهارده. هديتك اوام، هديتك اوام. اطلع بينا على جزيرة نمرة 5. شحن المايه بسرعة يا اخويا شوية. في مراكب جايه هناك اهي، بينهم سواحل. سواحل؟ ايوه جايه هناك اهي. يلا يا رجاله يلا، كل واحد يقف محله، يلا كل واحد يقف مطرحه. مركب صاحب، كل واحد يشيل نفسه. يلا سرعة. عدي عدي يا اخي، خلينا حاصل سمان دوح. الله ما تعدي يا اخي، عطلتني. الله بس الله الله وراح بيت. الله عندك دلوقتي. وصلني للساحل الشرقي. عينيا بلبل، ايدك معايا يا بلبل. اطلع من هنا اوام، اطلع.
والله العظيم ثلاثة ما أعرف حاجة. أنا ما اتكلمتش ولا جبت سيرة ولا قلت ولا كلمة. دول هم اللي جابوني هنا. والله أبدا ما عرضك. أما سيرت لك والنبي والنبي أبدا ما عرضك. والله والنبي ما جبت ولا كلمة. مش عيب مش عيب. الله النهار أسود. ده بيدي سر ولا ضعف خلقه صحيح. طب تعالى قوم خد. مش قلت لك انت محمد؟ سي ممدوح سي ممدوح سي ممدوح ابو زيك يا حلو صبح يا حلو طل. ايه اللي جابك؟ لمحتك ويا اخينا قلت اجي وراكوا لعل وعسى. الحمد لله. عيب وراك رجاله. اطلع بره البوابه. تعالى انا هحدك في داهيه. فاكر؟ ايه؟ خد. والله يا رفعه ممدوح. هتثقي فيه؟ ما كفايه يا جماعه ادوني فرصه اقول لكم مبروك. مش فاضيين لك انا من دلوقتي في اجازه. الله استنيني استنيني يا تكليل. استنيني استنيني والله العظيم تعجبك. وحبيبي